الله الرحمن الرحيم. نجلس باستقامة العمود الفقري، جلسة مريحة، اللي ما بيقدر مو مشكلة، يفضل استقامة العمود الفقري على الأرض على كرسي، إرخاء لكل الجسم، مراقبة التنفس شهيق وزفير بهدوء بانتظام بإيقاع منضبط. شهيق 4 عدات، حبس الهواء 4 عدات، زفير 4 عدات، بدون هواء 4 عدات، من جديد شهيق، حبس النفس، زفير بدون هواء، بعدين شهيق، حبس النفس، زفير بدون هواء، اللي بيحب يغمض عيونه أفضل، وقال صوت المعلم: يا بني، لتكن الروح هي ملاذك الأوحد، إن الأمور الخارجية ما هي سوى نصال ونبال ترمي فؤادك وتستنزف دماءك. اعتصم بالنور غير المنظور لعينيك الماديتين، والكامن بك وبكل من حولك، وكنوز الأرض هل ستنفعك عندما يقرع القدر الباب؟ ألا ما أعظم ناتشيكيتا الذي قهر ملك الموت بسبب ترفعه عن الملذات وعدم تعلقه بالدنيويات. إن كل ما له شكل هو ذائق الموت لا محالة، وحتى العقل خاضع للتقلب والتبدد. لذلك اذهب إلى ما وراء الصورة والفكر والمظهر والشكل، من وجهة النظر الروحية ومن المقام السامي لا شيء يهم، وبالمعنى المقدس لا شيء يقيدك أو يحدك إذا سلمت قلبك للإله. هذا يجب أن يمنحك إحساسا عظيما بالتحرر وتوسيع المدارك، هذا يجب أن يجعلك عديم الخوف. المحبة هي أعظم قوة، فبقوة المحبة ستتهاوى الحجب عن وجه المحبوب، وستبصر وجهه الملائكي الذي يسبي العقول ويذيب القلوب. نقي الفكر، نقي الفكر، هذا هو معنى الدين وسر القديسين. نمي استمرارية الفكر على الخط الأسمى، ونمي الثبات في الغاية والغرض، وعندها سوف لا يقدر شيء أن يقف في وجهك أو يعترض سبيلك. يجب أن تتوجه نحو الإله بسرعة روحية تفوق سرعة سيارات الفضاء ونيازك السماء. ألا ليت الإنسان يفكر على الدوام بالكائن الأسمى،
وهذا التفكير وحده كفيل بتحريره. صح نفسك من الكسل والاسترخاء، وحررها من الزهو والكبرياء، وافتح عينيك على الجمال في كل بقعة من هذا العالم الفسيح. خاطب الطبيعة وتحدث إليها وفاتحها بمكنونات قلبك ومواجيد روحك، فإنها تعي حديثك دون فكر، وتفهم مقاصدك دون رموز، وستعلمك دروسا عديدة، وتتحفك بالمعرفة السديدة، وستهديك طمأنينة القلب وراحة الضمير. أبصر الألوهية غير المنظورة حتى في العالم المنظور من حولك. كن المتفرج. إن الممثل لا يأخذ على عاتقه نتائج الأعمال، فإن مثلت دورك كن المتفرج وحسب، ولا تعلق ذاتك بالأحداث ونتائجها. لا تهتم سوى بمعرفة الذات وتحليل النفس. قوي أفضل ما لديك من إيجابيات، لا تكترث بآراء الآخرين. كن قويا، اجعل نفسك معلمك، واملأ كيانك بالأفكار السامية النبيلة والتي ستجذبك نحو الإله، كما تنجذب برادة الحديد نحو المغناطيس. وعندما تحدث هذه القوة الجاذبة، سوف تبصر العجائب وسترى الأمور العظيمة التي لم تخطر لك ببال. امسك عن انتقاد الآخرين، وامتنع عن النظر إلى معايبهم. ألست أنت عضيد أخيك وسيده؟ ولكن هل أنت ولي أمر أفعاله؟ من نصبك قاضيا عليه؟ امحو من فكرك أقل فكرة أو ذكرى تتعلق بمسلك الآخرين، ليكن همك وشاغلك إصلاح ذاتك، وسوف تجد الكفاية في نفسك مما يستحق الإدانة والانتقاد، وسوف تجد أيضا الكفاية من الفرح والسرور ونفحات رياض معرفة النفس وخمائل الأنس، لأن كل إنسان هو كون بنفسه. دع الطبيعة البشرية تموت حتى تظهر الطبيعة الإلهية بك. ألا ترغب بالسلام؟ لا تزعج نفسك إذن بشيء. لا تثق بالإنسان، بل ثق بالإله، سيقودك وسيحميك. قف كالصخرة الصماء في هذا البحر المضطرب من عدم الراحة والقلق والهذيان والأرق. سر في هذه الغابة ذات الإزدواجيات اللامتناهية، سر كالأسد. إن القوة اللامتناهية تعاضدك وتساندك، ولكن عليك أولا أن تسحق الرغبة في امتلاك القوى المادية أو الجسدية، وبسيف الحكمة والتمييز عليك أن تشطر الخداع وصوره. لا تفرض أوامرك على الآخرين، ولا تأتمر بأوامرهم. لا ترهب الردى، لأنه إن كان سيأتيك حتى في هذه اللحظة، اعلم أنك أصبحت على الطريق. فسر بلا خوف ولا هم، إن الموت هو رسول ظريف يجردك من متاعبك وينقلك إلى مستويات أرقى وعوالم أبقى. وحتى ما بعد الموت توجد الفرص من أجل التقدم الروحي، لا توجد نهاية للتقدم الروحي، وكل شيء يعتمد على المجهود الشخصي، ورحمة الرب قريبة على الدوام. ادرس كل شيء يتعلق في حياتك
وسترى أنه في كل شيء لك رسالة روحية. اعبد الوحدة الكلية الوجود مهما أوهمك الخداع بحقيقة التعداد، وأقنعك بصحة الثنائيات. إن المظاهر توهم كما يوهمك الحبل عندما تعتقده أفعى، ولكن من واجب الإنسان أن يتعرف على وهم التعداد ويبصر الحقيقة المجردة والوحدة الشاملة. كل عن أفعاله مسؤول، كل مكسر قيود ذاته، وعلى كل واحد أن يتعرف على الحقيقة بنفسه، لا يوجد طريق آخر. كل يقف على قدميه، وكل سيخوض المعركة بنفسه. والمعرفة هي اختبار فردي محض، وفي نهاية المطاف كل مخلص نفسه وسيدها. والألوهية الموجودة حقا ستبرق وتومض وتشرق وتتألق من كل زاوية من زوايا الشخصية ومن كل ذرة وجزيء وخلية. هذه هي التعاليم الحقيقية، هذا الذي يجب إدراكه. وعندما يتم هذا الإدراك وتحصل هذه المعرفة، سوف تبلغ شواطئ الأمان وتدخل واحة الاطمئنان. ناخذ شهيق، نشهق أثير روح نورانية الحروف بالزفير، عم نطرد وهم الأنا. الشهيق عم ننشط الروح فينا بالزفير، عم ننشط طرد الوهم. شيق من جديد، نبدأ بنحس بوجودنا الحسي أكثر، نعقد العزم على تطبيق فحوى هذه التعاليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.